3 دقائق تكفيني لتخفيف حالة القلق الزائد، لأنه حالة القلق الزائد حترفع عنا مستوى الكورتيزول وحيتم ارتفاع ضغط الدم. أول حركة حركة تنفسية بتعتمد على رفع الرأس للأعلى، أخذ شهيق عن طريق الأنف، حبس النفس لمدة 4 5 ثواني في داخل القفص الصدري، أخرج النفس من القفص الصدري الزفير من الفم اللي هو في تسكير بسيط وممانع بحركة الأوف على مدى 7 ثواني. عيد الحركات هذه 3 4 مرات، بعدين أمسك منطقة الأذن وشحمة الأذن وفقط أعمل فيها حركات بسيطة بالطريقة هذه على المنطقة الوسطى، وشد على المنطقة الوسطى، مش شرط يعني اضغط كتير، لمدة دقيقة فقط. هذا تحفيز للمنطقة العصبية الجلدية اللي بتحفز العصب الحائر. مع تحفيز العصب الحائر اذا احنا نزلنا الضغط ونزلنا دقات القلب المتهيجة. الحركة الثالثة اللي بدي تسووها، بدي تسكروا فمكم، فقط تتنفسوا من الأنف وتحاولوا تحبسوا نفسكم المرة هذه قد ما تقدروا، 10 ثواني، 15 ثانية، 20 ثانية، 25 ثانية. وبعد ما أخلص من حبسة النفس مباشرة بخرج الزفير المرة هذه عن طريق الأنف بشكل هادي. الحركة اللي بعدها بعملها 2 3 مرات اللي هي ضغوطات على منطقة الأنف والجيوب الأنفية في المنطقة زاوية الأذنين من الأسفل، وهذه الضغوطات أكمل برا لمدة 1/2 دقيقة واخد شهيق وزفير. وآخر شيء بدنا نحط إيدينا على منطقة هوجو، فقط نعمل عليها ضغوطات بالإيدين، يعني مرة على اليمين مرة على الشمال، وهي الضغوطات بدها تكون مع شهيق وزفير وشهيق وزفير. هيك حنخرج بعد 3 دقائق، على الأكيد حينزل ضغطنا وينزل عدد دقات القلب وينزل الكوليسترول من دمنا، لأن ارتفاع الكورتيزول بيزيد الكوليسترول، بيزيد احتمال وجود الجلطات مع تشنجات في الأوعية الدموية وكوليسترول.